هذا وتوالت ردود الفعل المرحبة بالبيان الثلاثي المتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، حيث رحبت سلطنة عمان الشقيقة بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل. وأعربت السلطنة في بيان عن أملها في أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد رافداً عملياً ينصب نحو تحقيق السلام وفق حل الدولتين. كما رحب الاتحاد الأوروبي بإقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين. وأكد الممثل الأعلى لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن هذه التطورات تشكل إسهاماً إيجابياً نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كما رحبت المملكة المتحدة باتفاق السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن القرار مرحب به للغاية، معربا عن أمله بأن تقوم دول المنطقة بخطوات مماثلة للمساعدة في جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر سلما. كما رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالخطوة التاريخية، معربا عن تمنيات بلاده بخطوات مماثلة من قبل الدول في المنطقة من أجل التقدم بعملية السلام. إلى ذلك أكد جيمس كليفرلي وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تدعم هذه الخطوة نحو السلام في الشرق الأوسط. كما اعتبر وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس أن تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في إطار إعلان تأييد السلام هو خطوة هامة نحو السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب الوزير الألماني عن سروره بهذا الاتفاق بين البلدين وعن ثقته بأنه سيعطي دفعة جديدة لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الكندية عن ترحيبها بإعلان مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل في إطار إعلان تأييد السلام الذي يلقى دعما من الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية الكندية إن هذه خطوة إيجابية وهامة نحو تعزيز أسس الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. من جهته أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري لينزي جراهام أن هذا الاتفاق يضع الشرق الأوسط على مسار جديد من التعاون والتكامل.